محمد من الدقهلية مع حضرتك. الدقهلية أستاذ محمد أهلا بيك. قول لنا بس الكهرباء عندكم شكلها إيه؟ هل في جدول زمني يمكن إدارة من إدارات المحافظات كده يعني فائت شوية وحبت إن هي تعمل المطلوب قبل موضوع انقطاع الكهرباء فعملت جدول زمني عندكم؟ هل ده حصل فندم ولا احنا لسه بنأمل شيء مش موجود؟ لا 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 ما حصلش يا استاذه فيروز. وضع الكهرباء سيء جدا يعني بتيجي ساعتين وتقطع لها اقل شيء 4 ساعات وهكذا. شغالين على الموضوع من فتره كبيره. وضع سيء جدا جدا واللي حضرتك قلتيه في المقدمه بيحصل اكتر منه. الناس بتعلق في المصاعد في الاسانسيرات في الاجهزه الكهربائيه بتبوظ بتخرب واكتر اكتر اكتر بكتير من كده بيحصل يعني نسبه كل بسبب الكهرباء. طيب كيف تتكيف او كيف تكيفتم الايام الماضيه وازاي ناويين على الايام اللي جايه يا فندم لو المشكله ما زالت مستمره؟ استاذه فيروز الجو حر جدا جدا. جو نار نار يعني احنا في ذروه الصيف دلوقتي. الناس في عز احتياجها للكهرباء. احنا في ذروه الصيف دلوقتي اذا الكهرباء ما تنتظمش دلوقتي امتى يعني هيخلوها تنتظم في الشتاء في الايام اللي الناس ما تكونش محتاجها زي دلوقتي؟ اي فندم. طيب كنت عايز حضرتك توجه اسمح لي فندم سؤال من طيب سامعك اتفضل. عايز حضرتك توجه سؤال من البرنامج المحترم بتاع حضرتك دوت. محطات سيمنز اللي صدعونا بيها وقالوا ان هم اخذوا قروض واتكلفت وصدعونا بها سنين طويله بالمحطات اللي اتعملت دي فين كهربتها راحت فين كهربتها ولا شغاله ولا مش شغاله؟ نسال نستفسر المحطات دي اخبارها ايه؟ مش من حق الناس تسال. طبعا حقكم ووعي شديد جدا جدا ان المواطن النهارده مش باصص على المشكله ان الدنيا حر وبس، لا ده في تصريحات قبل كده وفي تصريحات بعد كده، والتصريح اللي كان لسه ما مرش عليه شهور كان لسه وزير الكهرباء بيقول مش هيحصل تخفيف احمال تاني وان ده عهد وانتهى في مصر. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ لما نرجع نقول له ايه اللي بيحصل يقول تخفيف احمال؟ لا، يبقى هنا علامه استفهام وعلامات كتير من التعجب لما حضراتكم تسيروها كمواطنين وتفكروا فيها. لا ده وعي لابد ان يحترم، واسمح لي ان انا بحترم مثل هذه الاسئله، وحقكم ان انتم تعلموا المعلومه الحقيقيه، تعرفوا مواردكم بتروح فين، ليه انتم بتحرموا منها فترات بتكونوا في اشد الحاجه اليها. كل دي تساؤلات مهمه جدا جدا طرحها من حضراتكم يجب ان يحيى، وده اللي هعمله حالا. احييك على هذا التساؤل اللي هنتركه للتصريحات اللاحقه لعل وعسى حد يتداخل معانا في مثل هذه التساؤلات. بس خلينا نقول ان التصريحات الحكوميه بترجع ازمه المحطات الكهربائيه لارتباطها بموضوع الغاز الطبيعي وكميات مستهلكه منه، لكن من 2018 ومصر حققت اكتفاء ذاتي مفروض من الغاز الطبيعي، ده المفروض، ده اللي وصل لنا كمعلومات كمواطنين.